عسلامة، مرحبا بيكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم باش نحضروا بعضنا مرقة لوبيا، باش نحضروها بالكعابر والمالح، باش نحضروها بطريقة جيبينا على الاخر. خليكم معايا في الفيديو الاخر باش نشوفوا بعضنا طريقة تحضير المقادير. بالنسبة لأول مرة يزور القناة، ما ينسيش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد كل. طبعا ما نطولش عليكم برشا ونخليكم مع طريقة التحضير. اول حاجه هنا بالنسبه لطريقه التحضير، باش نحضروا بعضنا كعب نتاع اللحم مفروم. عندي هنا 350 غرام لحم مفروم، توم بيان سور تنجم تزيدوا ولا تنقصوا في المقادير. بالنسبه للفحات باش نستعمل هنا عندي فلفل احمر وشويه تابل وشويه ثوم وشويه فلفل اكحل وشويه ملح وشويه نعناع شايح. وعندي هنا هكا شويه زيت باش نكمل نستعمل جوست شويه، ما نشوفش نستعمل برشا. باش نحط اول حاجه هنا هكا شويه زيت، شويه هكا يكفي. كامل نحط الفحات نتاعنا. بالنسبه للملح لازم ما تكثروش خاطر باش نعملوهم بعد بالمالح، جوست شويه باش ملحوا بيها اللحم يكفي. كامل هكا نحاول ندخل الفحات بيه في اللحم نتاعنا. بيت انا هكا بلا باش كامل نحضر الكعبر تاع اللحم مفروم تاعنا، ما نعملهمش كبار برشا وما همش صغار، يكونوا متوسطين. كامل هكا نعملهم بالشكل هذا. الحجم هذا هكا سبا. نكملهم كل هكا بنفس الطريقة. وهنا بالنسبة للوبيا متاعنا حطيتها وتنفخت مدة ساعتين، حطيت ما يعادل 350 غرام لوبيا، حطيته في ماء سخون، حطيتهم تنفخوا في مدة ساعتين، وتوا عاودت رجعت من الغاز باش نخليها حطيت تطيب. كان اللوبيا بتاعكم معناتها حسيتوها يابسة ما طابتش بالبيت، نجم نزيدو شوية خميرة ولا كربوناتو، سينو تنجم تخلوها تطيب عادي. الفيت يكون نفختوها تطيب بسهولة. بهنا أول حاجة حطيت هكا شوية زيت باش كامل نحط البصل نتاعنا باش نذبلو شوية. حطيت كعبة بصل، كامل هكا ندبلها شوية. كامل هكا نضيف كعبة تاع اللحم مفروم تاعنا، بسم الله، باش نخليهم شوية في الزيت. وهنا كملت ريحيت 4 كعبات طماطم، تو باش نكمل هكا نضيفهم. بسم الله، نكمل هكا قليل شوية. كم تنضيف الفحات نتاعنا باش تزيد هكا شويه فلفل احمر، نضيف هكا مغرفه هريسة عربي، نضيف شويه هروس، شويه فلفل اكحل، نضيف هكا شويه تابل. باش كامل هكا حركة المكونات كلها بعضها. بالنسبه للملح مانيش باش نحط خاطر بعد باش نحطو المالح. من بعد كان مع طبقت حسيتها ناقصه ملح نزيد سينو مانيش باش نحط ملح جملة، باش نكتفي جوست بالملح الموجود في اللحم. باش نكمل نضيف هكا مغرفه طماطم، جوست باش نحط مغرفه طماطم كونسونتري كاها خاطر حطيت طماطم كعب.
وهنا بعد ما كملت قليتهم هكا من باهي تعرفش كامل نضيف الماء، الماء ديما لازم نضيفه ماء سخون. بسم الله كم تاو نحط الملح نتاعنا. بالنسبه للفلفل مانيش باش نحطو تاو، باش نخليه نحطو في الاخر هو الزيتون، نحط جوست الفاليون كهو. الملح نتاعنا لازم نتاكدو نغسلناه من الباهي، نفخته في الماء سخون خليته يتنفخ بالباهي باش ينقص الملح، سينو مرقة الملح من بعد مرقة اللوبيا من بعد يجيكم مالحة، لازم تنفخوهم بالباهي في الماء سخون حتى ينقص منهم الملح بالباهي. باش كامل نضيف اللوبيا نتاعنا، مازلت ناقص جوست شويه، نحبها تطيب شويه في الصوص. باش كامل هكا نسقطرها ونحطها. باش كامل هكا نحرك ونخليها حطيت تكمل تطيب اللوبيا نتاعنا. وهنا اللوبيا نتاعنا حضرت اخر حاجه باش نكمل نحط الزيتون وفلفل، نحط فلفل بلدي عبيد وفلفل مسير. باش كامل هكا نحرك جوز، باش نخليهم جوز شويه تغلي شويه وباش نطفي عليها، مانيش باش نخليها برشا تغلي مع الزيتون والفلفل. وهنا اللوبيا نتاعنا حضرت، شو ما شاء الله بالحق نودكم من شهيكم. نحكي لكم شو عجبنا جدبينا على الاخر، ان شاء الله ربي تكون رسالة تعليم عجبتكم وعجبتكم الطريقة، وكان عجبتكم متنسوش تشجعوني وتعملوا جيم على الفيديو وشاركوا في القناة اللي مازال مشتركش. بسلامة في وصفة جديدة ان شاء الله.